أمير. طيب معناتها هلأ يلا صار الوقت لناخد الصور. أنا هي عادتي، ما ببعت الولد المتطهر هو وأهله من دون ما أتصور معه. مشان تخليها ذكرى عندك؟ معناتها خلينا نطلع بنظرة حلوة شريكي، شو رأيك؟ يلا أقعد لك. وأنت كمان تفضلي لو سمحتي. يلا يا جنية تعي بدنا نعمل ذكرى. بابا قلها للجنية خليها تجي كمان. يلا جنية تعالي. الولد كتير مصر عليكي، تعي لو سمحتي. يلا صورنا. قربي شوي إذا بتريدي. برافو، هيك تمام. ما عاد فيني صدقك، غيري ممكن يصدقك بس أنا مستحيل. لهيك لا تمثلي قدامي إنك بريئة. محل ظريف هون. يلا كملوا أكلكم. أعطيني هاي خالي مليكة، ممكن تعطيني فطاير؟ بدك شي ابني؟ فلفل. نسياني نحطه. يلا رح قوم جيب. أنا بقوم. يسلموا بنتي. Thank you.
شكرا. الفطاير طيبين كتير، يسلموا ايديكي. شو ما نمتي لهلا؟ لا، واجيت لاشرب مي. وانا اجيت لساوي قهوه بس طلعت خالصه. طيب تعي خدي مي. اذا بدك انا بساوي لك قهوه سريعه. والله ما رح اقول لا، بس بدي اياها مع حليب. أنا وبالجامعة أيام الامتحانات كنت ضل عم أدرس كل الليل. تعودت أشرب قهوة لحتى ما أنعس، ومن وقتها ضليت على هالعادة. أنتي ما بتشربي قهوة كتير؟ أنا بحب القهوة التركية. من لما كنت صغيرة كانت ستي تصبلي بصحن الفنجان وتخليني أشرب شفة أو شفتين، وكانت تقلي طعم تمرة ما رح تحبيها. حتى كانت تقلي عيونك عيون البن. حلو كتير، عيون البن. رح روح على الصالون، انتي كملي القهوة على راحتك. يسلموا ايديك. صحتين وهنا. طيبة كتير. بتصبح على خير.